بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله الأخوت. راح الفيديو نديرو إن شاء الله على حساب شي زيوت ترطبهم إفادة الإخوان اللي بغى يديرهم يستفد منهم راه مزيان. ها هو نصيحة. المهم هاد الزيوت كاملة يحاول ما أمكن الإنسان يقلل منها، ما يعطيهاش بزاف وقيت، وخصوصا وقيت الكورس نستعملها وقيت البدالة مزيان، وقيت تبديل الريش مزيان، وقيت الكورس ما أمكن نقص، ما أمكن نقص الزيوت. هذه أخويا زيت الكرموس تين مع الزيت، تنحاول ما أمكن كل حاجة تقريبا كل حاجة إلا الحوايج اللي عارفهم ما يكونش عندهم شي مشكل. هذه أخويا زيت توما اللي من هنايا الوسط، تندير الخرقوم وسكينجبير والبزار مزيانه حتى الانسان اللي تضر الظهر ولا شي حاجه يدلك بها راه مزيان، لا رقدها ويدلك بها. والحمام مشاكل تنفسيه. هذه اخويا زيت الحلبه، هنايا اللور زيت زريعه الكتان، هنايا زيت التمر، التمر حتى هو تنرقدو، وتا من بعد نقدر نخلط الكميه قد هذه زيت الزنزلان السمسم مع كاوكاو، هذه بوحدها نقدر نخلطها في الماكله مع البودر. هذه خميره بلديه، بودر خميره بلديه. هذه الخميره بلديه دابا نقول الاخوان كيفاش الطريقه ديالها. هنايا خروب مطحون، هادشي اللي كاين. هنايا كاين هاد القرعه، هذه فيها الثومه مع العصير ديال السيترون ولا الحامض، تترقد حتى هو وتصفي وديرو في قراعي. تريكومونوز مشاكل ديال الكرش ولا شي حاجه مزيان. هذا هنايا بروبوليس، حتى هو الاخوان دابا نقول كيفاش هو. المهم العكبر انا نشرح الاخوان كيفاش تولي اكيد ان شاء الله.